التحدث العفوي نشاط جماعي يتطلب جلسة دائرية آمنة على أرضية القسم أو خارجه. ينشطه الميسر، يعتمد على الحكي العفوي والمنطلق من التجربة الشخصية. خلال هذا النشاط سأحكي للمتعلمين حكايات قصيرة من طفولتي لأشجعهم على الحكي هم أيضا. أحرص أن تكون القصص التي أسردها ذات طابع مسلي وأحداث سعيدة، كما أبتعد عن القصص التي قد تدفع بالمتعلمين إلى إفشاء أسرار عن أسرهم. تتناول القصص عبرة أو قيمة دون تكلف أو توجيه مباشر. النشاط موجه لجماعة الفصل، ولا يتطلب إلا أن يشعر المتعلم بالأمن ليبدأ في الحكي كما يشاء. أبدأ الحكي بنسق دارج قريب من فهم المتعلمين لكي أشجع الأطفال على المشاركة في النشاط دون الشعور بأي شكل من أشكال الضغط النفسي. المدة الزمنية الموصى بها للنشاط تتراوح بين 10 و15 دقيقة. يتوقف تقديم النشاط حالما تتحقق البيئة الآمنة داخل جماعة الفصل. أهداف هذا النشاط: يهدف النشاط إلى خلق حالة من الانسجام بين المتعلمين ويساعدهم على التخلص من حالة الخوف والقلق التي يمكن أن تنتابهم، كما ينمي هذا النشاط تركيز المتعلمين وقدرتهم على التعبير، ويعدهم للمشاركة مع زملائهم في الفصل دون خجل أو خوف من الوقوع في الخطأ. مرحبا تلامذتي الأعزاء، كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. سنبدأ حصتنا اليوم بنشاط جماعي، تفضلوا إلى ركن التجمع. نجلس بنظام ودون تدافع. مجموعة التعاون، فلتتفضل مشكورة. مجموعة النور، مجموعة النجاح، تفضلوا. ثم مجموعة التحدي، أحسنتم، لقد انتقلتم إلى ركن التجمع بنظام ودون تدافع وفي مدة وجيزة مدتها 20 ثانية. تصفيقات. في جلستنا اليوم سوف أشارككم قصة وقعت لي هذا الصباح، وتتشاركون أنتم أيضا معنا قصصا حدثت لكم. هل أنتم مستعدون؟ نعم. نتفق على قواعد الجلسة. أنصتوا باهتمام للمتحدث، لا أقاطع حديث أصدقائي، أنتظروا دوري لآخذ الكلمة، لا أستهزئ بصديقي ولا أسخر منه، أتحدث بكل حرية. من يردد قواعد الجلسة؟ آية. أنصتوا باهتمام للمتحدث. فرح. أشجع المتحدث ولا أسخر منه. ممتاز بنيتي. علي. أنتظروا دوري لأخذ الكلمة. أحسنت علي. وجدان. لا أقاطع حديث أصدقائي. أحسنت. غفران. أتحدث بكل حرية. ممتاز. في جلستنا اليوم سأحكي لكم قصة وقعت لي هذا الصباح. عندما كنت أرتدي ملابسي اتصلت بي صديقتي الأستاذة سعيدة، تعرفونها طبعا. نعم. ممتاز. إذن اتصلت بي هاتفيا وطلبت مني رقم أحد التلاميذ الذي يدرس معنا، اسمه مراح ياسين، أنتم تعرفونه طبعا. لقد كان، كيف كان؟ كان مريضا. إذن أرادت الاتصال رقمه للاتصال به قصد الإطمئنان عليه. قلت لها انتظري سأبحث عن الرقم في الهاتف وأمليه عليك.
بحثت في غرفة النوم، بحثت بجانب التلفاز، بحثت في البهو، ثم على المائدة، بل حتى في حقيبتي، ولم أجد الهاتف. ثم ناديت ابن شهاب: شهاب، هل رأيت هاتفي المحمول؟ إذن أجابني شهاب وقال: هل تمازحينني يا أمي؟ قلت له: لا. قال لي وهو ينفجر من الضحك: إن هاتفك في تحملينه بيدك وتتحدثين به. انفجرنا جميعا من الضحك، لقد نسيت أنني أتحدث به وفي نفس الوقت أبحث عنه لأخذ رقم التلميذ ياسين. إذن قلت لصديقتي: مع السلامة، سأبعثه لك عبر رسالة في الواتساب. يحكي الميسر بلغة بسيطة وغير معقدة وبصوت معبر يخاطب قلوب المتعلمين قصة من طفولته أو حدثا عاشه في نفس اليوم أو في يوم آخر، وينبغي أن تكون القصة مشوقة وحقيقية وألا تكون حزينة. وعند الانتهاء من السرد يفتح معهم مناقشة حول القصة بطرح أسئلة مثل: هل أعجبتكم القصة؟ ماذا أعجبكم فيها؟ كيف رويتها؟ كيف كان صوتي؟ ويمكن للميسر أن يتوسع معهم في الموضوع الذي تعالجه. ما رأيكم في القصة؟ ربيعة؟ قصة رائعة جدا. قصة مسلية. قصة مضحكة. قصة مضحكة. قصة ترفيهية. مراد؟ قصة جميلة. قصة جميلة. كيف كان صوتي؟ أحلم؟ كان صوتك مرتفعا. مرتفعا. كان صوتي واضحا. كان صوتي واضحا. ياسمين؟ كان صوتك واضحا مسموعا. واضحا مسموعا. ما الذي أعجبكم في القصة؟ الذي أعجبني في القصة هو أنك كنت تحملين الهاتف وأيضا كنت تبحثين عليه في مكان آخر. ممتاز. إبراهيم؟ أعجبني في القصة أن ابنك شهاب انفجر عليك بالضحك. أحلام؟ الذي أعجبني في القصة هو أن الهاتف تحملينه وتبحثين عنه في نفس الوقت. ممتاز. صفاء؟ اللي عجبني في القصة هو أن الأستاذة كتسول على التلميذ المريض. ممتاز. من يريد منكم أن يروي لنا قصة وقعت له؟ يوسف تفضل. كنت عائدا من المدرسة ووجدت قطة صغيرة فأخذت ألعب معها فحطتني، ثم عدت إلى البيت فأخذتني أمي إلى المستشفى ففحصتني الممرضة فلقحتني ثم عدت إلى البيت فتعلمت من هذه القصة ألن أقترب من قطة لا أعرفها. هل أعجبتكم قصتي؟ نعم. هل كان صوتي واضحا؟ نعم. هل كان صوتي مسموعا؟ نعم. ما الذي أعجبكم في القصة؟ الذي أعجبني في القصة هو عندما ذهبت عند الممرضة ولقحتك. الذي أعجبني في القصة هو أنك أخذت عبرة أن لا تلمس أي قطة لا تعرف. ممتاز. من يريد أن يحكي لنا قصة وقعت له؟ مراد؟ في العطلة الصيفية ذهبت أنا وعائلتي إلى الغابة فجلست عائلتي في الظل فابتعدت عنهم أنا لألعب بالكرة فمرت نصف ساعة فأردت أن أتفقدهم فجأة لم أجدهم فبحثت عنهم وسألت الناس ولم يعلموا
فبحثت عنهم مرة أخرى في الأماكن التي لم أبحث فيها، فتلفت ورائي لأتفقدهم مرة أخرى، فوجدت سيارة بيضاء، فتذكرت أننا كنا نجلس بالقرب من سيارة بيضاء، فوجدت عائلتي وتعلمت ألا أبتعد عن عائلتي مرة أخرى. ممتاز. هل أعجبتكم قصتي؟ نعم. هل كان صوتي واضحاً؟ نعم. هل كان صوتي مسموعاً؟ نعم. ما الذي أعجبكم في القصة؟ أحلام. الذي أعجبني في القصة هو أنك تعلمت ألا تبتعد عن عائلتك. يسرى. الذي أعجبني في القصة هو أنك تذكرت السيارة التي كنتم تجلسون قربها. الذي أعجبني في القصة هو أنك تذكرت عائلتك أسرتك مرة ثانية. إذا لم تتذكر أسرتك مرة ثانية لم تجد. شكرا يوسف، شكرا مراد، لقد كانت قصصكما ممتعة ومفيدة في نفس الوقت. تصفيقات على مراد ويوسف، والباقي سنستمع قصصكم في الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا على انضباطكم وعلى حسن تصرفكم، فلتتفضل كل مجموعة إلى مكانها.